خطه التطوير بتاعتها اللي خدتها الفتره الاخيره واستقطاب الحيوانات وشان مستمرين في الموضوع ده؟ والله احنا اشتغلنا في محورين اساسيين الفتره اللي فاتت، تطوير محور يعني خدمات الجمهور، عملنا منظومه نظافه على اعلى مستوى كان دايما بتلاقي الناس بتنظفهم، برضو عملنا غير منظومه النظافه عملنا يعني مقاعد خشبيه جديده، عملنا تنوع في الأنشطة، ملاهي، عملنا طفطف، عملنا طبعا حديقة حيوان الحيوانات الأليفة اللي هي حديقة حيوان الطفل، دي أعلى عاملة إعجاب للأسر المصرية جدا، بتعلم دي اللي هي دور توعوي وتعليمي للأطفال، بتثقفه إزاي يتعامل مع الحيوان وإزاي يقترب منه، إن الحيوان ده له مشاعر وبيتألم وبيفرح وده صديق لنا، الحيوان صديق للإنسان على هذه الكوكب. وايضا يمكن عملنا برضو تطوير للمتحف، الناس تقدر تشوف المتحف حديقه حيوان متكامله منها المنقرض فعلا. فطبعا التطوير ده في محور خدمات الجمهور كان مهم جدا. المحور الثاني يمكن الحياه البريه داخل الحديقه والحفاظ على الحيوانات ومظهرها وصحتها، قطعنا فيه شوط كبير جدا، ويمكن تدبير حيوانات جديده، واحنا عملنا خطه اكسار للحيوانات اللي موجوده عندنا، وقدرنا الجديد ان احنا نقدر ندبر حيوانات بدون تكلفه او اعباء للدوله عن طريق البدل من الحيوانات اللي زادت عندنا. تمام، هل في حيوانات في الفتره اللي جايه دكتور بتستعيدوا ان انتم تجيبوها؟ ان شاء الله بنحاول. طبعا احنا جبنا زراف، جبنا الدب الروسي، جبنا الكنجارو الاحمر، جبنا بالنمور البنغاليه، جبنا حيوانات كثيره الفتره اللي فاتت، وان شاء الله في سهران احنا ندبر الفيله، لان دي مطلب رئيسي للاسر المصريه كلها. شكرا جدا على الاجابه.